شكرا شكرا. إذن أحبائي الأطفال عمو يزيد سعيد جدا باللقاء بكم في هذا الحصة الجميلة، وانتم كذلك يا أصدقاء لكم تشوفوا فينا إذا حبيتوا تفرحوا وتحضروا كما الأصدقاء اللي رام هنا، ما عليكم إلى توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com للتسجيل للحضور بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن أحبائي لما تسجلوا للحضور لازم شوية على الصبر لأن تسجيلات كثيرة، وعمو يزيد حب يستضيفكم كامل كامل. أحبائي في أول كل حصة نبدأ ونتكلموا على أيام عالمية والأحداث اللي تكون في هذه الفترة هذه. شكون يقدر يقول لي في هذه الفترة هذه وش راح يبدأ؟ حاجة راح تبدأ. تعالي تعالي بنتي، تعالي تعالي. واسمك؟ أميرة. أميرة وين تسكني يا أميرة؟ فندية. مدية في مدية بدات ولا؟ آه العمارية. في العمارية. جيتي الحفل تاع عمو يزيد في العمارية؟ نعم. عجبك الحفل؟ نعم. إذن تحياتنا لكامل سكان مدينة العمارية وولاية المدية. وش راح يبدأ في هذه الفترة بنتي؟ السنة الهجرية. السنة الهجرية. تفضلي. شكرا شكرا شكرا. إذن أول محرم أحبائي، أول محرم هو التقويم الهجري منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن نحتفل بها، كل جزائريين كل أمة الإسلامية تحتفل بهذا التاريخ هذا اللي هو بداية التقويم والتاريخ الهجري. أحبائي في هذه الفترة هذه كان يوم عالمي مهم جدا، هو اليوم العالمي لمحو الأمية. هذا اليوم يصادف يوم 8 سبتمبر. في كل سنة الأمم المتحدة والعالم كامل يتوقف باش يديروا حوصلة لمحو الأمية. كل الدول والمجتمعات دايرين برنامج لمحو الأمية. على بالكم اللي كاين ناس أميين كبار وكامل ولكن ما سعفهمش لحد أنهم يقراوا. إذن كاين برنامج تاع الأمم المتحدة، وهذا البرنامج متبنيته الجزائر، وخاصة كاين جمعية في الجزائر نعتز بها كامل، هي جمعية إقرأ اللي نوجه لهم تحية. جمعية إقرأ على المجهودات الجبارة اللي يقوموا بها لمحو الأمية. إذن العلم نور والجهل ظلام. برافو برافو. قبل ما نروحوا للفقرة الموالية راح نستضيفوا ساعي البريد اللي جبنا الرسائل اللي بعتهم الأطفال لعمو يزيد باش يقراهم في الحصة. إذا استقبلوا معايا صهيب ساعي البريد. تعال تعال تعال. واش راك صهيب؟ واش راك؟ لاباس؟ لاباس. جبت لنا رسائل. إذا تفضل حطهم في علبة البريد تاع عمو يزيد، ومن بعد راح نقراوهم لكامل المشاهدين اللي مشوفوا فينا وليكم كذلك. إذا اللي حبيتوا ترسلونا باش عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com والضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا سهيل. برافو برافو برافو. تحية تحية لسهيل. تحية. شكرا شكرا شكرا. في كل بداية كل حصة نطرح عليكم لغز. تحبوا الألغاز؟ نعم. ونعطيكم هدية معتبرة. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الأول، ما هو أول شيء يفعله الإنسان لما يستيقظ؟ ما هو أول شيء يفعله الإنسان لما يستيقظ؟ معليش فكروا لغاية نهاية الحصة. أنتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز بالضغط على زرار جاوب على اللغز في من خلال موقع عمو يزيد ولا من خلال تطبيق عمو يزيد على البلاي ستور. بهذه الطريقة إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن بالتوفيق بالتوفيق أحبائي، وانتم تاني فكروا لغاية نهاية الحصة على باب الشطرين. دركا نروحوا مع أسماء نكتشفوا شخصية مرموقة إسلامية. راح نكتشفوا عدة علماء مسلمين في هذه السنة هذه، زيادة على شخصية جزائرية وعربية ومسلمة. اليوم راح نكتشفوا ابن بيطار مع أسماء. تفضلي أسماء. تفضلي. تحية الأسماء. مساء الخير. مساء الخير.
سنقدم لكم شخصية ابن البيطار. هو أبو محمد ضياء الديني أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي، نسبة إلى مدينة مالقة التي ولد بها بالأندلس في إسبانيا، المعروف بابن البيطار والملقب بالنباتي والعشاب. ولد في 593 ميلادي هجري الموافق ل 1197 ميلادي. درس ابن البيطار علوم النبات على يد شيخ أندلسي يدعى أبو العباس النباتي. كان يجمع النباتات والأعشاب من منطقة إشبيلية، ولما بلغ 20 من عمره سافر إلى مراكش والجزائر وتونس لدراسة النباتات، ووصل مصر في عهد السلطان الأيوبي الملك الكامل، وأصبح هناك رئيس العشابين. فقد كان ميداني، يدرس الأشياء في مواضيعها ويتحقق منها بنفسه. ألف ابن البيطار كتابه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، وصف فيه أكثر من 1400 عقار نباتي وحيواني ومعدني، منها 300 من صنعه مبين الفوائد الخاصة لكل منها. توفي ابن البيطار في دمشق سنة 646 هجري الموافق ل 1248 ميلادي، وهو في 51 من عمره. وافته المنية وهو يقوم بأبحاثه وتجاربه على النباتات، وتسرب إليه السم أثناء اختباره لنبتة حاول صنع دواء منها، رحمه الله. شكرا شكرا أسماء، شكرا 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 بنتي، شكرا شكرا. إذن أحبائي، ابن البيطار هو عالم في الطب، كان يعالج بالنباتات وبالعقاقير، يعني العلم الإسلامي في هذاك الوقت تقدم بفضل هذه العلماء، لازم نفتخروا بكل علمائنا. واش رايكم يا اطفال، كي تكلمنا مقبله على اليوم العالمي لمحو الاميه، عمو يزيد دار لكم اغنيه تتغنى بالاميه، يعني لا للاميه، العلم نور والجهل ظلام. اذا يلا تغنوا كامل معايا لا للاميه السوداء، يلا. ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يسطع في الظلماء، ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يسطع في الظلماء. صارت في العلياء لما العلم ينورها، أمم صارت في الظلماء لما الجهل يدمرها، أمم صارت في العلياء لما العلم ينورها، أمم صارت في الظلماء لما الجهل يدمرها. أعرف ألفا أعرف يعني أبي يعني أبي، أعرف ألفا أعرف يعني أبي وأمي، ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يسطع في الظلماء. بالعلم تعلو الهمة يرفع قدري بين الناس، بالجهل أفقد علما يفرغ مني كل الناس، بالعلم تعلو الهمة يرفع قدري بين الناس، بالجهل أفقد علما يفرغ مني كل الناس، بالعلم أحلى حياة فيها النور فيها النور، بالجهل يعني جحيم إلا ظلام ظلام. ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء، ألف باء للنور نور العقل لما يسطع في الظلماء.
لما نجحت في دربي تمت فرحتهم أهلي علي أرد لهم خيرا يوم أبدأ في عملي لما نجحت في دربي تمت فرحتهم أهلي علي أرد لهم خيرا يوم أبدأ في عملي هذا العلم يحيي الأمة بعد ممات بعد ممات هذا الجهل فيه ظلمة يعني ممات ممات ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يستعفي الظلمة بالعلم يرضى ربي يرفع قدري منزلتي يسمو خلقي وأدبي يعلو ديني معرفتي بالعلم يرضى ربي يرفع قدري منزلتي يسمو خلقي وأدبي يعلو ديني معرفتي هذا العلم يحيي الأمة بعد ممات بعد ممات هذا الجهل فيه ظلمة يعني ممات ممات ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يستعفي الظلمة ألف باء للعلم لا للجهل لا للأمية السوداء ألف باء للنور نور العقل لما يستعفي الظلمة برافو 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 برافو. إذن أحبائي العلم نور والجهل ظلام. تحبوا ألعاب الخفاء؟ يلا نروحوا مع أم مراد لجنة مدينة البليدة مدينة الزهور في ألعاب الخفاء. تفضل أم مراد. شكرا عمو مراد. شكرا شكرا. كما ذكرت كاين فقرة جديدة في هذا الموسم، الموسم الرابع اللي حصلت مع عمو يزيد على قناتكم الشروق تيفي، هذه رابع سنة.
رابع سنة، 4 سنوات من المتعة. هذه الفقرة الجديدة هي فقرة هل تعلم؟ رايحين في كل مرة نطرق لمعلومة تفيدنا في حياتنا. اليوم فقرة هل تعلم مع ياسمين. رحبوا معايا بياسمين كامل. تفضلي ياسمين. مساء الخير يا أطفال. هل تعلم أن العالم المسمى الرازي أول من استخدم الخيوط في الجراحة؟ برافو 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 برافو. إذن أحبائي، عبالكم باللي العالم، عالم الطب الرازي، كنا تطرقنا له كشخصية، كعالم مسلم، أول من استخدم الخيوط في الجراحة. إذن نعتز بهذا العالم الجليل. تحبوا الحكايات؟ يلا معي دركا عمو يزيد يحكي لكم حكاية باسم والحاسوب. يلا. إذن أحبائي الأطفال، كما تعودنا عمو يزيد يحكي لكم دائما حكاية، وهذه الحكاية تكون فيها عبرة. تحبوا الحكاية؟ اليوم راح نحكي لكم حكاية باسم والحاسوب. باسم هذا شاب صغير كيما انتوما هكذا، ولكن باسم كان يحب بزاف الأورديناتور، يحب الحاسوب، يروح بزاف الانترنت ويشوف الفيديوهات ويلعب الألعاب وكامل، بصح وقت طويل كيرجع من الدراسة يروح مباشرة للحاسوب ويقعد يلعب 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 يلعب. إما قالت له يا ولدي بزاف، لازم تنقص شوية، لازم تدير وقت للمطالعة، وقت للعب مع أصحابك برا، وقت. قالها لا 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 لا، أنا نحب الأورديناتور، خليني نروح في الحاسوب تاعي. وقعد في الحاسوب في الحاسوب دائما، هي يا ولدي لا لا يا ولدي لازم تلعب شوية، يا ولدي لازم تطالع شوية، هو في الحاسوب في الحاسوب. واحد النهار قالها ماما راسي راه يوجعني، قالها مانيش قادر كاع، راسي نحسو ثقيل ووجع فيا وكامل. داتو للطبيب قعد هكذا يفحص فيه وكامل، صاب ما عنده حتى خلل عضوي، صح. قال له راك تروح بزاف للورديناتور للحاسوب، راك تقابلو بزاف. قالت له يما يضل معاه. قال له هذاك هو اللي جاب لك الصداع تاع الراس، وكان تكمل هكذا رايح حتى البصر نتاعك رايح ينقص. باش شاف في يما، قالها يما خلاص من اليوم راح ننظم وقتي نروح للحاسوب الا للابحاث في اطار الدراسه وكامل، وراح نلعب مع اصحابي ونطلع في الكتب وكامل، وراح ناخذ لك الراي. عمو يزيد نستخلصوا من الحكايه تاع اليوم ان طاعه الوالدين من اجل صلاحنا. برافو برافو، تحيه البوبي. اذا احبائي، طاعه الوالدين من اجل صلاحنا، والدينا يحبونا غير صلاحنا يا اخي. يلا معي. إذن أحبائي، كما قلت لكم في الحكاية، لازم نأخذ الرأي تاع والدينا، لأنه والدينا يحبونا غير صلاحنا يا أخي. دركا لحقنا واحد الركنة نحبو بزاف. شكون اللي عنده نكتة جميلة حكيها لعمو يزيد؟ شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي تعالي. أقعدي. واسمك بنتي؟ اسمي بنزادة حورية ملك. اسمك طويل، نقول لك حورية ولا ملك؟ ملك. الله يبارك. شحال في عمرك؟ 11 سنة. وين تسكني؟ ولاية تيبازا بلدية بوسماعيل. في بوسماعيل تيبازا. الله يبارك. تحياتنا لكل سكان ولاية تيبازا. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك وحدة بنت جابت الباك، قالها شو تحبين نشري لك؟ قلت له شري لي 3 طابلات. راح شرى لها 3 طابلات تاع الميدا، وعاود جا قلت له لا لا، شريت قلت لك شري لي طابلات ماشي طابله تاع الميدا. ما عرفش. الله يبارك. تعالي بنتي تعالي تعالي. تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ راضية. شحال في عمرك راضية؟ 10 سنوات. الله يبارك. وين تسكني؟ في مدينة شرشال. في شرشال. الله يبارك. مدينة ساحلية جميلة والآثار. إذا تحياتنا لكامل سكان مدينة شرشال. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. عمو يزيد عندي أغنية. معليش تفضلي بنتي. يا عالم يا عالم نحن هنا ننادي، يا عالم
يا عالم كفانا ما نعاني، دمروا قرانا وأحرقوا البستان، شردوا سبيانا في كل مكان. دمروا قرانا وأحرقوا البستان، شردوا سبيانا في كل مكان. يا عالم يا عالم نحن هنا ننادي، يا عالم يا عالم كفانا ما نعاني. برافو برافو برافو، تحية تحية تحية، برافو برافو منتي، برافو. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ نكتة، تعالي 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 تعالي، اقعدي بنتي. واسمك؟ ناس إكرام. إكرام، وين تسكني إكرام؟ بوشاوي. في بوشاوي، الله يبارك الله يبارك. احكي لي بنتي نكتة تاعك. واحد راجل راح الجامع، راح الجامع سرقوا له صباطه، قال لهم اعطوني قاعد يسكي، قال لهم اعطوني صباطي خير من ديك كيما الجمعه اللي فاتت. ومن بعد خافوا الناس ورجعوها له، وقعدوا يسقسوا فيه، قالوا له واش درت الجمعه اللي فاتت؟ قال لهم رحت بلحظه. الله يبارك الله يبارك. شكرا شكرا بنتي. احبائي دركا راح نقرا لكم الرسائل اللي بعتوهم لنا اصدقائنا عبر البريد. أعطي لي بوبي الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال. شكرا 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 شكرا. رحين نقرأ الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا. الرسالة الأولى من عند جلال أمين، 11 سنة، من مدينة المدية. قال لكم أنا أمين من ولاية المدية، أحب كثيرا برنامج عمو يزيد وأتمنى له النجاح وأتمنى أن تقرأ رسالتي. إذن يا أمين جلال 11 سنة من مدية، ما تمنيت أو صرى اليوم، عمو يزيد قرأ رسالتك بفرح وسرور، ونعتز بهذه الرسالة حنايا. الرسالة الثانية بالحاجي هشام، 13 سنة من مدينة غليزان. قالك بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم، أنا هشام من ولاية غليزان، أقدم تحياتي إلى حصة مع عمو يزيد، وأشكر أولا عمو يزيد اللي هو يزودنا بمعلومات مفيدة، والسلام عليكم. إذن هشام بالحجي 13 سنة من غليزان، لا شكر على واجب، وشكرا على المراسلة. الرسالة الموالية من عند جنان مريم وبلقيس، 12 سنة من مدينة عيون العصافير بولاية باتنا. قالت لك الحصة رائعة جدا، نتمنى حضورك إلى باتنا والسلام. إذن مريم بلقيس جنان من باتنا، هذا وعد، راح نزوركم إن شاء الله في مدينة باتنا في أقرب وقت إن شاء الله. الرسالة الموالية بنسلة حورية، 10 سنوات من القبة، 10 سنوات من القبة ولاية الجزائر. قالت لك شكرا عمو يزيد، وأريد أن يضاف في الوقت لأن الحلقة ممتعة، وأتمنى لك التوفيق. إذن حورية بن سلة بنتي، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نطوله في الحصة، وإحنا هذه الرسائل تفرحنا بزاف. الرسالة الموالية كروليفا فوزي، 13 سنة من مدينة حمر العين ولاية تيبازا. قالك حصة تعجبني بزاف بزاف. إذن كروليفا فوزي 13 سنة من تيبازا حمر العين، شكرا على المراسلة ونحبوك بزاف. واش قلت لي وليدي مقبلة؟ واش عندك؟ تعالى تعالى أروح. واش قلت لي خوك هذا؟ أروح معه، أروح قعد معه، تعال أروح قعد معه. واسمك ولدي؟ أنيس. وين تسكن؟ في المحمدية. محمدية، وين جاية محمدية هذه؟ في الجزائر. في الجزائر العاصمة. احكي لنا نكتة تاعك. واحد نهار واحد الراجل تخلطاتو بين بنتو بشكو هما يتشابهو. واحد نهار واحد الطفلة كانت برانية تشبه البنت وهذيك في الدار، قالها اروحي ركبي في الطوموبيل. راحوا للدار، وكي وصلوا للدار يماهم قالت لهم وني أختك الأخرى؟ قالت أنا بنتي في السوبيرات. عم بالو بنته هو؟ إيه. الله يبارك. واسمك؟
عاصم، شحال في عمرك؟ خمس سنوات. واش حبيت تقول لنا عاصم؟ اليوم لقد بس عجبتك الحصة؟ الله يبارك. وليدي تعال تعال تعال، حبيت توري لي رسم مقبلة، تعال وري لي رسم تاعك. إذن صديقنا كان يرسم لنا رسم جميل جميل، حبي يوريه لنا، حبي يوريه لنا. تعال ليدي روح أروح منا هكذا. واسمك وليدي؟ عثمان. وين تسكن عثمان؟ في ولاد فايت. في ولاد فايت. رسم جميل، نوروه للكاميرا الرسم هذا. رسم عمو يزيد والقلب. تحب عمو يزيد؟ بوسني؟ الله يبارك. عمو يزيد تاني يحبكم بزاف. إذا التحقوا بالأماكن تاعكم. شكرا، راح نحتفظ بهذا الرسم الجميل. تاني. واسمك وليدي؟ عصام. إذا شوفوا عصام، رسم اللي داره لنا عصام يقول فيه عمو يزيد الحبيب. الله يبارك. بوسني وليدي. الله يبارك. شاطر شاطر وليدي شاطر. هذه الرسومات نعتز بها وراح نحتفظ بها. إذا شكرا شكرا. أصدقائنا تاني يقدروا يرسلونا. بنتي تاني، يلا بنتي وري لي الرسم تاعك. أبادي. أحبك جدا يا عمو يزيد. الله يبارك بنتي الله يبارك. واسمك؟ سلسبيل. سلسبيل، وين تسكني سلسبيل؟ زيغالدا. في زيرالدا. الله يبارك بنتي، صورة جميلة نعتز بها. ربي طول عمرك بنتي الله يخليك. شكرا 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 شكرا. أحبائي درك الحقنا الركن الجواب عن اللغز. قعدوا في مكانكم. وي بنتي أروح. ها وش حبيتي؟ حبيتي نرسم. حبيتي ترسمي؟ بيسو بالطبع بنتي، عطولها مكان ترسم، عطولها مكان، عطولها مكان. إذن ما هو الشيء الذي يفعله الإنسان لما يستيقظ؟ أول شيء يفعله الإنسان. تعالي 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 تعالي. أروحي بنتي. واسمك؟ بنزادة حورية ملاك. حورية ملاك، وين تسكني؟ سكن في ولاية بازا بلدية مسباعين. الله يبارك الله يبارك. وش هو حاجة الأولى يديرها الإنسان لما يستيقظ؟ الذهاب إلى الحمام وغسل الوجه. كاين حاجة يديرها قبل. برافو. هاي روحي ترسمي بنتي، روح عطوها مكان ترسم، عطوها. تعالي بنتي تعالي. واسمك؟ آية. وين تسكني آية؟ في تينمسان. تينمسان الله يبارك. في أي مدينة؟ مدينة تينمسان بدات. الله يبارك الله يبارك. تسلمي عليهم قاع. وش هو أول شيء يفعله الإنسان لما يستيقظ؟ أن يذكر الله. يذكر الله؟ لا لا، كاين حاجة قبل منها. قعد في مكانك تعالي. واسمك بنتي؟ سلسبيل. قلت سلسبيل. وين تسكني سلسبيل؟ في بلدية زيرالدا. بلدية زيرالدا. وش حاجة الأولى يديرها الإنسان لما يستيقظ؟ يحمد الله. يحمد الله؟ لا لا، حاجة بسيطة يفعلها الإنسان. تعالي تعالي. عاودي قولي لهم اسمك؟ أميرة. أميرة، وين تسكني أميرة؟ مدية. في العمارية قلتي لنا. نعم. الله يبارك، تحياتنا لكاع ناس عمارية. وش هي الحاجة الأولى يديرها الإنسان؟ يحمل فراشة. يحمل فراشه؟ لا 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 لا. تعالي 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 بنتي. واسمك؟ تسنيم. واسمك؟ تسنيم. تسنيم الله يبارك. شحال في عمرك تسنيم؟ 9 سنوات. وين تسكني؟ في الحطاطبة. في الحطاطبة الله يبارك. ولاية جوجل. تعرفي شي ولاية؟ معليش اعطينا الجواب. وش يدير؟ يفتح عينيه. يفتح عينيه. الإنسان أول حاجة يديرها، قعدي معايا، الإنسان أول حاجة يديرها هو أنه يفتح عينيه. يا أخي خاصك ورقة باش ترسمي، عطولها ورقة باش ترسم بنتي. عطولها 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 ورقة. يلا تفضلي. يلا بنتي يلا روحي رسمينا رسم جميل. يلا إذن بنتي الإنسان لما يستيقظ حاجة الأولى اللي يديرها هو أنه يفتح عينيه. يا أخي أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي شيبس مهبول يهديك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها. تفضلي بنتي لأنك شاطرة. داكور.
أعطيه البوبي، روح يعطيه البوبي، أرجعي البوبي، أرجعي البوبي. معليش أحبائي، اليوم عندنا عيد ميلاد، خي على بالكم باش تحتفلوا بعيد ميلادكم في حصة مع عمو يزيد لازم تبعتوا 5 قسيمات من علب حليب رامي على عنوان صندوق بريد 42000 سطولي العاصمة. اليوم عندنا عيد ميلاد حضري ليان 6 سنوات من مدينة المدية. تعالي بنتي تعالي. إذا ليان تبقى معايا، راح نكمل نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو نتاعها باش نحتفلوا بعيد ميلادها. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه يباركوا له واجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، واجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو. اذا ليان عمو يزيد شعل لك الشمعه، ديروا معايا العد التنازلي 6 5 4 3 2 1. برافو 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 برافو. اذا ليان بنتي عمو يزيد يعطيك هذه الشهاده، وانتم كامل يا اطفال غير تخرجوا منا كل واحد يكون عنده شهاده باسمه، هذه شهاده تقدير وعرفان في انجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. واعطيني الهدية تاعها. إذا ليان بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هدية عيد ميلادك كما وعدناك. إذا وانتم يا أحبائي ما عليكم إلا ترسلونا ب5 قسيمات من علب حليب رامي على العنوان 42000 صندوق بريد 42000 سطولي العاصمة، وراح نكلمكم باش تجوا تحتفلوا بعيد ميلادكم. وانا ما بقى لي الا نقول لكم بقاو على خير، استنونا في الاسبوع المقبل على قناتكم قناه الشروق تي في في نفس التوقيت. نحبكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا تحزنوا حان الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
مو يازين وشكروا على كي استضافني في هاد الحصة. ومعليكم غير اللي حاب يجي كما أنايا يسجل في موقع الانترنت. نشكر عمو يزيد على الحصة الأطفال. احنا سجلنا في السيت عمو يزيد تعال باش نفوتوا في الحصة، وراه عيطونا وجينا من الوهر وعيطونا وجينا فوتنا في الحصة. ونشكر القائمين على الحصة وشكرا. كون عمو يزيد. شكرا عمو يزيد اللي عيطنا انا واختي باش نجيو لهذه الحفلة. شكرا بزاف عمو يزيد اللي استوظف بنتي عروس إكرام من بوشاوي ويعطيه الصحة ونحبه بزاف عمو يزيد. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد على هذه الحصة اللي دارها لنا، وطلب من كل الأطفال يشاركوا. نتمنى النجاح والتوفيق. نشكرك عمو يزيد على هذه الحصة اللي عجبتني. جوزنا أوقات شابة وممتعة. نقول له يعطيك الصحة على هذه الميسيون.